معانا ثلاث مداخلات، معانا الاستاذ محمود الخطيب، وبعدين الشاعر سيد البلوي، وبعدين الشاعر عبد العزيز الهاشمي. في حد تاني؟ حد تاني هنا؟ البوديوم بقى، البوديوم كده. ساعديه في البوديوم يا صاحبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية للجميع. الحقيقة من أكثر من 6 سنين تم بحمد الله وتوفيق إن شاء الله تأسيس ملتقى الهناجر الثقافي بقيادة الأخت والأستاذة الدكتورة نادى حميد الناقدة البناءة، وكم كانت تدير اللقاءات بحكمة وعلم ودراسة، واختياراتها موفقة جدا لاختيارها لأعضاء المنصة العظام، كما كان اختياراتها للمنصة الأخرى لا تقل أهمية عن المنصة الأمامية. في منصتها استضافت الكثير من السياسيين والعسكريين والفنانين والشعراء وغيرهم من القامات المتخصصة، كل في مجاله، مما أعطى الملتقى أهمية وسمعة طيبة جذبت الكثير من المشاهدين على مستوى محافظة مصر والدول العربية التي تستضيفهم مصر نتيجة عدم الأمان بوطنهم، وجاءوا ليستظلوا بأمن وأمان مصر. رحم الله الزعيم القائل: إذا جاعت مصر لم تستطيع الأمة العربية إطعامها، أما إذا جاعت الأمة العربية فمصر قديرة على إطعامهم. إذا فقدت مصر أمنها وأمانها فلا أمان ولا وجود للدول العربية. لملتقى الهناجر بقول رايح لهناجر، جاي من هناجر، هي فين وبتروح لمين؟ قلت موجودة في فؤادي، وبروح للي خلوا جبالي وادي، أشرب وانهل منهم. وآسف أنا مش شاعر، معلش تعذروني، لأن أغلب القاعة موجودة شعراء وبيبحلقولي، معلش بس أشرب وانهل منهم في الثقافة، ما فيش زيهم ثقافة وشعر وأغاني وكمان سياسة، يبقى فاضل تاني ايه؟ هنا هتلاقي ست ناهب والحبايب متجمعين، هنا هتلاقي الكل محترمين، هنا هتلاقي ناس طيبين، ناس من بتوع زمان، الحب جمع قلوبهم قبل ما يفوت الاوان. هو حد تاني يقول لي رايح فين او جاي منين، ما انت عرفته انا ببقى فيه. الملتقى طبعا اتشرفنا بقامات كثيره، و انا بشكرك على كل الاقراء ده بصراحه. يعني انا ما كنتش عارف انك هتطلع تقول يعني تمدح هنا، وده شكلي وحش قوي. ده مش اسراء يا فندم، ده اقل ما يجب ان يقال. انا بقول يعني اكمل انسحب ولا اكمل؟ لا يعني لا، مفيش اسراء. لا ما لو في اسراء جامد. لا يعني لا مش هقول اسراء يعني تاني يعني بعد اذن الدكتور اشرف. دي واحده بس. اوكي خلاص يا مولا، دي واحده اتفضل. لو مفيش وقت انسحب. فقد الملتقى للاسف الشديد في السنتين اللي فاتوا 2021 قامات كانوا بيجي يحضروا، اولهم المستشار شحاته الشرقاوي كاتب ومفكر
وبعدها أبت ألا تنتهي سنة 2020 وتوفى المرحوم ملك الكاميرا خالد خلود، كما فقد في هذه المنصة مهندس الصوت محمد فوزي. وأبت ألا تنتهي سنة 2021، عملوا تعاقد مع بعض وبروتوكول إن هم يأذوني أنا شخصيا، فتوفى ذات الصوت الجميل اللي عمره ما الابتسامة فرقت وجهه المنسق هاني طه. وأخيرا فقد هذا الملتقى العظيم الخبير البنكي عبد الشافي شعيب. عليكم رحمة الله جميعا، عليهم رحمة الله جميعا. تسمح لإدارة الملتقى أن نقضيها ونقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء، وشكرا وأشكركم جميعا. شكرا جزيلا لحضرتك وكلهم أصدقائنا رحمهم الله، وإحنا يمكن الفاتحة لأرواحهم جميعا.